units 1 and 2 connect plus الصف الرابع الابتدائي مع بعض هنراجع اهم كلمات units 1 and 2. المفروض هقرا الجملة كويس جدا جدا، هقرا الاختيارات المتاحة قدامي، هبدأ احل. يلا نبدأ يا مارك، اتفضل اقرا. Father, when we eat and drink, we use our digestive system. Excellent. عندما نأكل ونشرب نستخدم الجهاز الهضمي. نكمل. نكمل يا مارك. Father, كان في حاجة بس. When we eat, we use our respiratory system. When we breathe. When we breathe، طبعا عندما نتنفس بنستخدم الجهاز التنفسي. رائع جدا. We use our bones and when we move our bones muscles. بنستخدم العظام والعضلات عندما نتحرك. رائع. When we eat and swallow food, it goes to our stomach. When we chew, When we chew and swallow food, it goes to our stomach. يعني Stomach. ايه chew بقى؟ انا مش عارف. يمضغ. عندما تمضغ وتبتلع الطعام بيذهب إلى شو. لكن تشين سلسلة. play يلعب. bring يحضر. We breathe in هنا through our nose air. طبعا البريذ معناها يتنفس، لكن بريذ ان معناها يستنشق. نستنشق الهواء خلال انفنا. وي بريذ ان اير. خلي بالك، يستنشق يعني بريذ ان، يطلع الزفير. بريذ اوت. بريذ ايه؟ اوت. طبعا بريذ ان اير، بريذ اوت كاربون دايوكسيد، بنخرج بنطلع ثاني اكسيد الكربون. رائع يا مارك. نكمل. In the air, the air is passed to the blood. الهواء Lungs. الهواء ينضم إلى الدم. فين؟ إيه المسؤول Lungs. عن ضخ الدم يا مارك؟ هل The heart. yes lungs ولا heart ولا legs ولا fingers؟ المسؤول عن عملية الضغط اللي هو heart. Our heart pumps blood. لكن داخل الرئتين الهواء بينضم إلى الدم وبيتحول إلى دم مؤكسد. يبقى in the lungs، داخل الرئتين. نكمل. Muscles are into our bones. Attached, أتوقع. ملتصقة. طبعا العضلات ملتصقة بعظامنا، لكن ده مش ده. مدمرة، محطمة. درانك التصريف الثالث بتاع drink. separated منفصلة. muscles are attached to our bones، ملتصقة العضلات We اللي have five senses. طبعا عندنا خمس حواس. we have five senses in our bodies. We eat with our tongue. Taste. الصوت لو انت مش واخد بالك. We taste with our tongue. نتذوق بلساننا. Excellent. The skin is him that we used to feel. Skin الجلد عبارة عن ايه؟ pan طاسة، member عضو، organ عضو، book كتاب. خلي أورجان. بالك عضو من أعضاء الأورجان طبعا، لكن منبر عضو في مجموعة. يعني I am a member in my family.
لكن organ بمعنى عضو من أعضاء الجسم. Excellent mark. Our senses are not all the time working. طبعا حواسنا تعمل طوال الوقت. The words A and salty have the same meaning. Savory. طيب تعال نشوف الكلمات مالح وكلمة تاني لها نفس المعنى، savory ولا sweet ولا so ولا ugly؟ طب أقلي لا حلو، أو سويت لا ما ناقصش غير اه سفوري ديت وصور ما صور دي يعني حامض أتوقع سفوري يعني مالح كوبري. طب سولتي مالح مملح، يبقى ايه الكلمة اللي قريبة منها نفس المعنى؟ سفوري سيفري. يس These people have difficulty to connect with other people. communicate طبعا الناس الصم اللي ما بتسمعش كويس عندها صعوبة بالتواصل مع الناس الآخرين. communicate with، communicate with يا مستر، connect يتواصل مع، بس عندنا هنا في with لازم استخدم معاها communicate. these people use a language braille language لا لا هو انت قلت اللي ما بيتكلموش اللي ما بيتكلموش، لكن برايل دي بتاعت الناس اللي ما بتشوفش، بلايند بيبول، ساين ما بيسمعوش، بتلاقيهم بيحركوا ايديهم حركات اسمها لغة الإشارة، ساين لانجوج. اسمها ايه؟ ساين لانجوج. ساين يس برايل. Braille is a code with different compressions of هو مش عارف بالضبط تعال نشوف مع بعض ترجمتها ايه. برايل عبارة عن شفرة بمترابطات مختلفة. مين اللي بيستخدم برايل؟ الناس اللي هي مش الناس بتشوف. اللي ما بيشوفوش طب يبقى هم لو عملنا لهم علامات هيفرق معاهم؟ علامات لا مميزة هيفرق، ولا محتاجين نقط يوصلوها ببعض، ولا بوتس حلل؟ أكيد طبعا دوتس. عبارة عن إيه؟ دوتس، نقط جنب بعضها وبيفهموها من خلال إيديهم وبيعرفوا المعنى. أوكي مارك؟ ماشي مكملين يا بطل. نمبر 1، هنا the A is the most important organ in the of the body brain المخ طبعا مهم جدا جدا، أهم عضو في الجسم. while you are sleeping Your brain goes through all the of the day jobs. أنت ونايم، بينما أنت نايم مخك بيدور بكل الذكريات اللي عدت عليك طوال النهار. أنت ونايم مخك بيفكر، ميموريز، ذكريات. Left hand are usually a and are artistic ده انا قريتها دي قبل كده creative كرياتيف طبعا. الناس اللي هم بيستخدموا ايديهم اليسار بيكونوا مبدعين وفنانين كمان، بيهتموا بالرسم، كرياتيف اند ارتستيك. the brain a joins and two parts of the brain
هما two parts of the brain. The brain organ. في حاجة في النص بتفصل بينهم اسمه ايه؟ كم؟ بتنضم the brain stem. The brain stem joins the two parts of the brain. There are two halves of our hemisphere. Yes, excellent. Half or hemisphere. In our Yes, brain. excellent, يا مارك. We echo in class. We do cookery. Excellent. Do cookery, do homework, do housework, do sports, do karate. نحفظ الكلمات مرتبطة بشوية أفعال. Do homework, do housework, do cookery, do sports. There are main, as there are three main of the brain area. areas يوجد ثلاث مناطق رئيسية في المخ. The carbolim movement and pants. No, number eight. The left hemisphere is important for space problems. Solving. طبعا الجزء أو النصف الأيسر مهم جدا في حل المشكلات. هنا controls. بيتحكم بالحركة وكمان التوازن. Excellent. I want to play football. أتوقع دي. طبعا هي براكتس يمارس ويتدرب، لكن مش ممكن سولف يحل. دمج يدمر، ميك يصنع، لكن براكتس يتدرب أو يمارس. حلو ماشي. التوقع ده. اتفضل. The Parliament Games is a or an ما علينا بدي competition for athletes with disability. International. طبعا الألعاب البارالمبية هي مسابقة دولية for athletes للاعب القوة with disabilities. Disabilities عندهم إعاقات. Many athletes want to in a part in Parliament Games. Play. عندنا في حاجة اسمها take part in، يشارك. take part in، take part in، take part in، يشارك. many athletes wants to take part in Olympic games. كثير من لاعبي القوة يريدوا أن يشاركوا في الألعاب الأولمبية. ماشي. The winners is a competition are called champions. The winners in a competition are called champions. Champions. الفائزون في أي مسابقة يسموا أبطال. أيمن عباس وعباس. The first Egyptian Paralympic swimmer. فيميل أي أيمن عباس هي أول أنثى سباحة أنثى بتشارك في الألعاب البارالمبية في مصر. برنامكس is every 4 years made. الألعاب البارالمبية بتعقد بتقام is held every 4 years. تقام كل 4 سنوات. is held. أوكي. Starting an exercise is hard.
روتين. starting an exercise routine، انك تعمل تمرين يومي وتبدأ وتستمر فيه صعب جدا. Try to a some exercises 3 to 5 times a week. Make. exercise بيجي معناها معاها do، do exercise، do cookery، do work، do homework، do sports، do karate. نكمل يا مارك. Eating the A food is very important for our health. Right food. اكسلنت، انك تاكل الطعام الصحيح. رايت هنا معناها صحيح، احنا عارفين رايت معناها يمين، لكن النهارده معناها الصحيح. Eating the right food is very important for our health. مهم. We shouldn't eat too much or fat, sugar or اكسلنت. minerals. لا ليه بقى؟ علشان بعد too much بيجي uncountable، كمية، مش هينفع اس، مش هينفع اس نهائيا بعد تو ماتش. ممكن اقول تو ميني يجي وراها بلورال، اوكي يا مارك، لكن هنا شوجر uncountable، كمية. We shouldn't eat too much sugar or fat. Vegetables and fruits are healthy. Choices. الخضروات والفاكهة اختيارات صحية. Excellent. لكن opportunities معناها فرص، specials خاص، liquids سوائل. It is to drink a lot of water important. It's important، مهم انك تشرب مية كتير، especially خاصة on hot days. Still for a long time isn't good for your health. Yes. مش عارف بالظبط. إنك تقعد فترة طويلة ساكن هادي كده في مكانك ليس جيد لصحتك. سموكينج، تدخين، يعد ويجهز الجلوس، ولا بلاينج، تختار إيه؟ سي ليتر سي، سيتنج، تقعد على الكمبيوتر فترة طويلة مش صحي خالص. Try not to develop health unhealthy habits. Try not، حاول ألا، to develop unhealthy habits، ألا تنمي العادات الغير صحية. تاكل شيبس كتير، قلل، ما تطورش نفسك وتاكل على طول. Yes is made up of several sentences. several sentences يعني ايه several متعدد، كثير، a lot of، paragraph paragraphs أو باراجراف، فقرة مكونة، ميد أب، يتكون من جمل متعددة. finish the paragraph in a conclusion. conclusion طبعا الخاتمة. رائع، you are excellent mark. It's a good to exercise. Regularly. Excellent، بانتظام، من الجيد أن تتمرن بانتظام، لكن rarely، نادرا، sometimes، أحيانا، usually، عادة. أنا الانتظام. عرفت من حاجة تانية خالص. نعم، انا عرفت ان نمبر 11 ازاي، ان انا قلت ايه ان الادفيرب فريكوينسي دول بيجوا قبل الفيرب، وهما مش كده مش جايين قبل الفيرب، فاخترت دي. لا طبعا هنعرف حاجات بعد كده ان ممكن الادفرب ليه اكتر من مكان.
اوكي، هنعرف بعد كده ان شاء الله قريبا لما نكبر شويه. المعنى ركز على المعنى يا بطل. to lead a healthy life we need a array of physical and mental activities. Relaxation at all. إنك تقود حياة صحية محتاج إيه؟ تدريبات وأنشطة ذهنية وبدنية، انسترومنت أدوات، ريلاكسيشن استرخاء، ميكستشر ماكس أو خلط، أريا منطقة، Relaxation. استرخاء استرخاء النشاط الأنشطة البدنية، ولا ميكسشر خليط شوية بدني. أنشطة البدنية. أيوة ألعب، يعني ما ألعبش دايما كرة قدم وأسيب دماغي ما شغلهاش، أهتم بالدماغ وأهتم بالبدن. أوكي When you draw point or point. سيرتين يا مارك، سيرتين سيرتين. Oh, activities are good for our brain. Mineral. المعادن في أنشطة معدنية؟ لا عشان مش عارف المعاني كلها. طيب ميدال، ميدالية، ميتال معدن، مينرال معدن، مينتال ذهني. ذهني. يبقى mental activities are good for our brain. When we draw point or write or play an instrument, you are really focused on activity. Creative activity. عندما ترسم، تلون، تكتب، تعزف على آلة موسيقية، أنت بتركز على إيه؟ كل ده مرتبط ببرين ولا فيزيكال؟ مرتبط بالمخ ولا مرتبط بالعضلات؟ بالمخ. يبقى mental activities. At school I have a lot of friends. يكون صداقات، يصنع أصدقاء. دو a lot of ولا ميك ولا ايت ولا اوعى تاكل أصدقائك ولا تشربهم. يبقى ايه الإجابة، دو ولا ميك؟ Make. طبعا I make a lot of friends. humans Human or a mammal. طبعا ثدييات، البشر عبارة عن ثدييات. Are the only mammal that can fly. البيت. الخفافيش هي الثدييات الوحيدة اللي بتقدر تطير. Fish takes in oxygen through their gills. يس، السمك بيستنشق ويتنفس الأكسجين خلال الخياشيم. Mammal are warm blooded. الثدييات من ذوات الدم الدافئ، زي feed their babies milk، بيطعموا أطفالهم بالحليب باللبن. Reptiles and amphibians are cold blooded. الزواحف والبرمائيات من ذوات الدم البارد، فاكر they should stay in the sun to keep their bodies warm، لازم يقعدوا في الشمس علشان يشعروا بالدفء. Fish have a covering their body scales. يس اكسلنت، قشور مغطية أجسام الأسماك وكمان الثعابين لو فاكرين. Fish use their head to move. Fins. فانز، الزعانف. طبعا الأسماك بتستخدم الزعانف للحركة، لكن فانز دي مراوح طبعا، فيها تسبحون.
Birds have eight which are hard and made of bones. Beaks. طبعا، واشكالهم مختلفه بناء على الطعام اللي بياكلوه. They have different beaks، عندهم مناقير مختلفه. Amphibians have smooth skin and live in يعني ايه مويست؟ رطب يعني ويت. ما هي مويست؟ في واحدة نسيتها، نمبر 9. اوكي مامز فيد زير بيبيز ويز ميلك. طبعا الثدييات بتطعم أطفالهم بالحليب. amphibians have smooth skin and live in moist habitats. البرمائيات عندهم جلد ناعم كده وبيعيشوا في بيئات رطبة. The biggest animal in the world is the blue whale. أكبر حيوان في العالم هو الحوت الأزرق. Vertebrates have backbone. الفقاريات عندهم عمود فقري. Yes. The reptiles spend some time in the air to keep sun. زي ما قلنا لازم يقعدوا فترة في الشمس علشان يحافظوا على الدفء اللي عندهم. Birds have Feathers. عندهم ريش، feathers. Amphibians can live in on land and in water. البرميات ممكن تعيش على الأرض وكمان في المياه. On land in water. On land and water. Excellent, Mark. Primary colors. Can't be made by other colors. Having. طب ايه رأيك لو جبنا لونين مثلا الأحمر والأصفر وعملنا لهم ميكس هيطلع ايه؟ معرفش بس هو ممكن يطلع لون تاني. يبقى ميكس ولا جيف ولا هاف ولا برينج؟ ميكس. يبقى ايه جبت هنا؟ ميكسينج. بس الألوان الأساسية مش ممكن تتكون بألوان أخرى. ميكسينج. اكسلنت. Snails have a hard shell for protection. Yes. I stand in the shadow of trees in very hot weather. Sun. أنا بقف في الشمس، شمس الأشجار في الطقس الحار. تخيل لو الصيف هتقف في Dark. الشمس. شيد، ظل، شيب، شكل. دارك مظلم، صن شمس. هتقعد فين؟ Pink. ظل. شيد. يس طبعا شيد. The bright flower insects which carry pollen. Attract. الزهور اللامعة بتجذب الحشرات اللي بتحمل حبوب اللقاح، بولن. Don't eat food that smells bad. هنا it may be a poisonous. اوعى تأكل، لا تأكل الطعام اللي ريحته سيئة، ممكن يكون بويزنز، مسمم. اكسلنت. Move very slowly. أي نعم مش فاكر غالبا سنيل. أي نعم مش فاكر يعني ايه. يس سنيلز، الحلزون. الحلزون بيمشي بطيء جدا، لكن ليبرز، النمور، لاينز، الاسود، الارانب.
Yes. Heading back to any Yeah. cars makes it darker. انك تضيف الاسود لاي لون بتجعله ايه؟ اكثر غمقانا، داركر. It has a soft body and lives in the sea. Club. عنده جسم ناعم طري كده وبيعيش في البحر، هل هو سكويد، كراب، شريمب، كات؟ سكويد، الصبيط. عارف الصبيط اللي بناكله عند بتاع الاسماك ده؟ بيبقى جسمه طري جدا جدا. لكن كراب كابوريا، شريمب الجمبري، كات قطه، مش هينفع كات طبعا. هو قال لي سوفت بادي، جسمه ناعم، يبقى اكيد سكويد. lives in on land and in the sea. It can walk and it has hard shell. الكراب بيعيش على الأرض، خلي بالك، on land، مفيش كابوريا بتعيش على الأرض، لكن ممكن ألاقي سنيل، حلزونة، بتعيش في المية في البحر وبتعيش على سطح الأرض، لكن الكراب in the sea بس. It can swim، خاصة بكراب، لكن سنيل it can walk and it has a hard shell. لخبطني في كلمة on land، لكن زي ما ركز يا بطل. is an insect that can jump on meter. ميتور. حشرة تقدر تقفز متر كامل، جراس هوبر Grasshopper. ولا بيرد طير، باتر فلاي، فراشة ولا دولفين؟ Grasshopper. طبعا الجراد يقدر يقفز مسافة متر. Air is an amphibian that lays its eggs in water. Frog. برمائيات بتضع بيضها في المياه، فروج طبعا، الضفدع. Has eight legs. It lives in the sea and it swims fast. اوكتوبوس. اكتوبس، الاخطبوط، عنده 8 رجلين وبيعيش في البحر وبيعوم بسرعة كمان. A spider isn't an insect. It is an insect reptiles. العنكبوت مش حشرة، ولكن من هو فائت ايه؟ خلي بالك معايا، شايف ايه دي؟ ان، صح؟ يبقى لازم يجي بعدها سينجلر، يبقى مش هينفع ريبتايلز خالص. ريبتايلز يعني زواحف، هو مش من فصيلة الزواحف، ولا الثدييات مامل، ولا اوكتوبوس، هو من فصيلة اركنيد اللي هو العنكبيات. Has a soft body and it lives in the sea. It ha doesn't have legs or fins or scales. Jellyfish. قنديل البحر، جسمه ناعم جدا، بيعيش في البحر كمان، ما عندوش لا رجلين ولا زعانف ولا حتى قشور. Has a بيقول kelp. It doesn't have legs and it moves very slowly. سنيل برضو. برضه سنيل طبعا، الحلزون، عنده صدفة، ما عندوش رجلين، بيتحرك ببطء شديد، بطيء جدا جدا. most plants grow in soil yes is acute. a cute animal، حيوان cute.
سكرويل. Yes. شكله حلو، احلى من سنيك على الاقل. The long stem of the water lily down to the bottom of the lake. الجذع ريتد يصل الى باطن وعمق البحيرة كمان، بوتم اسفل. The looks after animals in the zoo. من هو اللي بيعتني بالحيوانات في حديقة الحيوان؟ زو كيبر. زو كيبر، اكسلنت. All animals and plants in an ecosystem interact with each other too. كل الحيوانات والنباتات في النظام البيئي تتفاعل معا. ليه؟ لكي ايه؟ تبقى على قيد الحياة ولا تموت ولا تتدمر ولا سليب تنام؟ Survive. فايف، تبقى على قيد الحياة. That boy is have he never tidies his room. مش بيرتب غرفته ابدا، يبقى شخص ايه؟ ولد ايه؟ organized، ايه منظم، نيت، مرتب، سمارت، ذكي، ميسي، فوضوي. فوضوي. ميسي طبعا. بولوشن، التلوث، is to plants, animals and humans. harmful. ضار جدا طبعا للنباتات والحيوانات والبشر التلوث. The roots of the water lily under the water and cover a very large area. Separate. Spread, تنتشر. اوكي، لكن separate تفصل. هي تنتشر ولا تفصل؟ الجذور بتنتشر وبتغطي مساحة كبيرة جدا جدا. رين فورست، الغابات الاستوائية المطيرة. ار، ايكوسيستم. ايوه تمام. عبارة عن ايه؟ ميكرو هابيتات، يعني نظام بيئي صغير، ولا ماكرو هابيتات؟ ماكرو كبير، ميكرو صغير. الغابات المطيرة، لو قال لنا ايكو سيستمز كنا قلنا ماشي، او ان ايكو سيستم ما بير. The pond and the lake are inhabited. Yes, the pond and the lake are a micro or Micro. macro? Micro. ماكرو ده كبير، لكن البحيرة والبركة حاجة صغيرة. يبقى إيه إجابتي؟ ميكرو.